اليوم رح نحكي عن تخزين الخضار وتخزين الليمون. الليمون بيخزن نفسه بنفسه، بنمسحه بمنشفة وبنبشر بشر الليمون. نحن بحاجة لإله للسمك، لتبلات كتيرة بالفريزر، كل ما بدنا بناخد منه. والليمون بنعصره ومنعبيه بأناني ناقصة أو بقوالب أو بأكياس انت حرة، كل ما بدنا مننزل قنينة لتحت تستهلكيها خلال أسبوع، مستحيل أي مرمر تخلص، بتنزلي اللي بعدها من التلاجة. الليمون بيكون مرمر حسب نوعه. الخضار أكيد كل 10 أيام منجيب بقدونس وبقلل، بيسموها رجلة وريحان ونعناع. أي شي بدك تخزني نقي وبعدين اغسلي، وإذا ما كان عندك هالأداة اللي بدي أفرجيك إياها اللي بتنشف مزبوط 100%، اوعك تغسلي، لا تغسلي، طبطبي عليه بخرقة نديانة وبعدين نشفي وقيمي بعلب، ولكن بشرط منجيب مناديل ورقية. مثال البقدونس، أنا جزء بقطفه وجزء بفرمه فرم ناعم، بس أنا هذا غسلته لأنه عندي هالنشافي، إذا ما عندي إياها ما بغسله، بطبطب عليه بخرقة وبرفعه بهالشكل. المناديل لازم كل 3 أيام أغيرها، بتصير رطبة. البعض بيحط معلقة مشان وقت التخزين بتجمع عليها سائل نقاط من الماء، تفتحي بتنشفيها وبتغيري المناديل. بهالطريقة بتحافظي على جميع الأنواع من رجلة بقلي، من بقدونس، من ريحان، من أي شيء، من كزبرة خضرة، من بقدونس. بهالطريقة فعلاً بيفضلوا عندك فوق 10 أيام ما بيصير لهم شيء، بس لازم تتفقديهم. كل ما شفتي المناديل رطبة بتغيريها والعلبة تكون محكمة الإغلاق. بالنسبة للنعناع، سريع العطب جداً جداً. خلينا نحكي بأمانة، ممكن تقيميه باقة لمدة أسبوع، وكل ما بدك تاخدي منه تقطفي، بس نحن كلياتنا منحب نيبسه ونعمله على إيدنا لحتى يكون فعلا نظيف. الجاهز الله لا يرويكم كل عواد ولونه أصفر. أكيد المغتربين ما عندهم شمس، الظروف ما بتساعد، ما في بلكون، ما في سطح. مثلا نحن بجدة الجو رطب، في بحر، ما في مجال ننشره على الدربزون. وعلى فكرة النعناع ما بده شمس، بده مكان مهوي. منجيب هالنعناع منقطفه وبعدين منغسله، وإذا متوفرة هالأداة عندك من نشفه عليها، وإذا ما عندك جود بالموجود طبطبي عليه بمناشف، وجيبي شرشف قديم افردي بأي غرفة على طاولة السفرة ممكن تفردي. رح أعطيكي طريقة تسرعي من تنشيفه وتكسبي نشفانه، خصوصا وقت بيكون الجو رطب وفي بالبلد بحر. رح أنشفه أول بهالأداة، وبعدين رح أجيب صحن ورح أحطه بالميكروويف لمدة دقيقة واحدة، أوعك تتجاوزيها، بيسود. رح تشوفيه رطب، ما تخافي، فرديه على الشرشف. وممكن أول مرحلة ما تحطيه بالميكروويف نهائي، بعد ما تصفيه بهالشكل فرديه فوراً على الشرشف. ممكن تحطي ورق زبدة، وأنا بنصحك لا تحطي. لو علق على الصحن معك بينزل. حطيته بالميكروويف لمدة دقيقة، بعد دقيقة طالعته. وحتى حطيت اسم لحتى أفرجيكي الفرق، اسم حطيته بالميكروويف لمدة دقيقة، واسم ما حطيته بالميكروويف، فورا نشرته.
النتيجة وحدة، بس نحن عم نسرع. المهم عم ناخد نعنع بياخد العقل. شايفة؟ بتقولي إيه ما عمل له شيء مثل ويف؟ لا، رح يسرع من تنشيفه. فردته بهالشكل ونشرته، وكل ما عديتي من جنبه قلبي بعد 48 ساعة شوفي. بس إذا مسكته بإيدي بتلاقي ما بنفرك معي، لساته رطب. مشان هيك بقلك حطيه كمان على دفعات بالصحن بالميكروويف لمدة دقيقة، لا تتجاوزي الدقيقة، ما بدنا إياه يغمق ويسود. دقيقة وحدة بتحطيهن على دفعات. كل صحن بتخلصيه بتدخليه دقيقة وبتحطي أوراق النعناع على جنب، بتجمعيهم بالنهاية فوق نفس الشرشف، بتفركي بإيديكي وبتسمعي هالخشخشة وبتتمتعي بنعناع المدينة المعروف بريحته الطيبة. وبكل بساطة رح نسمع هالخشخشة اللي بتجنن ورح يظهر اللون. واعملي زوم وقربي الكاميرا لعدسة، شوفي روعة اللون. نعناع المدينة مشهور بريحته الرائعة اللي بتجنن. بأي غرفة انشري، بغرفة النوم، القعدة، عطاولة السفرة، ما بدك لا بلكون ولا سطح ولا لبكة ولا غبرة. يا سلام على هيك لون. المعروف النعناع ما بده شمس، الشمس بتحرقه، بده مكان مهوي. ونحن عرضنا بهالطريقة، أخذنا الأروع والأطيب. بهالطريقة تاخدي نعناع بياخد العقل. طبعا الطريقة السورية أسهل يمكن، بس صدقيني استعملي طريقتي بعمرك ما بقى بتجيبي نعناع من سوريا. خلص أخذتي نفس النتيجة. كل ما جبتي ربطة نعناع ساوي هالطريقة بدقيقة. ما حلو نخزن البهارات كتير، حتى النعناع عملي كمية قليلة ما تعملي كتير. كل ما خلصت جددي. شايفي هاللون ما أروعه؟ يلا ادخلي على المطبخ وقولي بسم الله ورتبي كل شيء خضار. خلينا نتجنب الهدر المادي والمعنوي بهالطريقة بهالطرق اللي عرضت.